السلام عليكم، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ كلشي بخير كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. غبرت عليكم سمحوا لي، ولكن قول لي عاوتاني مازال عندي دي طرافو كلكو تريك جبتهم، ان شاء الله كلشي غادي نشاركو معكم في الوقت اللي غنسالي. نكمل تشغلت عليكم صراحه هاد لا سيمين، ما صورت حتى شي فيديو، ما قديت ندير حتى شي حاجه، لان راكم عارفين يدي بوحدي، ما عندي لا مساعده، ما عندي لا حتى شي حاجه، يدي ذاتي بوحديتهم. المهم كنحاولوا نكونوا ايجابيين، ما عندنا ما نديروا الصبر، الدنيا ما كتعطيناش كلشي، هذا الشيء اللي كاين. دونك حبيباتي، هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نجاوبكم على الاسئله ديالكم، خصصتو باش نجاوبكم على الاسئله ديالكم، لان لقيت بزاف ديال الاسئله وما يمكنليش كل وحده نبقى نجاوبها. على لا سال دو سبور، شحال تقامت عليا، شحال غادي نعطيكم، شحال تقامت عليا، غادي نعطيكم السيد ديال الالومنيوم. السيده اللي كانت اتصلت بيا في الواتساب، والله اختي غير سمحي ليا، راه شنقول لك مشغوله مع بزاف د الحوايج، راكم عارفين بيع الشراء، دير هادي دير هادي. المهم ما نشكيش عليكم، الحمد لله جاسيوم جاسيوم. انا كنقول لكم كيفاش كيدوز النهار ديالي، ها علاش ما قديتش. دونك قررت باش ندير لكم فيديو اليوم باش نجاوبكم على الاسئله ديالكم، شحال تقام عليا الالومنيوم، شحال تقام عليا هذا السقف، ما عرفتش كيقولوا له مشات ليا السميه. المهم شحال تقريبا، نعطيكم ثمن تقريبي غير باش تعرفوا واحد القضيه، كل واحد على حسب الميتراج اللي عنده، راه ماشي الميتراج اللي عندي عندك، يقدر يكون عندك انت البلاصه كبيره، تقدر عندك صغيره، تكون متوسطه، تقدر تقدي. المهم غنعطيكم غير الاثمنه، وداكشي راه كل واحد وسميتو. وعاوتاني على حسب لي ريجيون، راه الالومنيوم على حسب لي ريجيون، على حسب لا كاليتي ديال الالومنيوم، راه ماشي كلشي خصو يكون بحال بحال زعما، غير باش تعرفوا. المهم انا غنعطيكمش ما تقولوش راه زعما ما باش نعطيكم الاثمنه، وهذا ما كان. دونك ان شاء الله غادي نبداو باول حاجه. دونك اول حاجه غنبدا لكم هو بهذاك السقف دالاكيت، ماشي هادو، ماشي هادو ديال سميتو، داك السقف دالاكيت داير ب 5000 درهم، تقام علينا ب 5000 درهم. دونك انا كما كنكرر لكم، كل واحد على حسب المنطقه اللي فيها، وعلى حسب كاينين الناس اللي كيزيدوا في الثمن، كاين اللي كينقصوا، كاين على حسب المدن، على حسب شحال حاجه. بالنسبه لهذا السقف هذا اللي كتشوفوا معايا، تقام علينا ب 11000 درهم، ولكن في حقيقه ما كناش ساتيسفي في حقيقه في هذا في المعلم. ما غاديش نخلي لكم النمره ديالو، راكم عارفين اي واحد اللي كيخدم ليا مزيان كيكون سيريو، راه كنخلي لكم النمره، يعني باش تكونوا هذا اللي غنصح الناس بشي حاجه اللي مزيانه، اللي انا صدقات ليا واللي هي غاده غنصحكم بها. دونك هذا تقام علينا ب 11000 درهم. كان زعما صراحه نورمالمون، شوفوا انا باش نقول لكم علاش، لانه هنا شوفوا دار هنا قسمه، فهمتوا؟ دار هنا قسمه وجا لهنا عاوتاني دار قسمه. نورمالمون خصو يكون قسمه في بلاصه وحده، يعني يبدا من هنا بالطروفه ويسالي هنايا بالقسمه اللي ما كيبانش. المهم صراحه ما كناش ساتيسفي زعما صراحه. وهنا ها واحد المشيش كيتسناني، ها هو كيتسناني. دونك بالنسبه للالومنيوم تقام علينا ب 20000 درهم، يعني راه نتوما خصكم تشوفوا على حسب لا سوبرفيسي اللي عندكم، على حسب العبار اللي عندكم. صافي هادشي اللي كاين. هنايا الباركي كيختلف، يعني على حسب نتوما الشكل اللي بغيتو. كاين ديال 7 ملم، كاين ديال 8 ملم، حنا خدينا 8 حيت لاصال فيها عليها غيكون عليها الدرك، دونك خدينا شويه غليظ. شحال كان قال لي، شحال كان قال لي 5000، لا 85 درهم للمترو، المتر كاري 85 درهم للمتر كاري. دونك نتوما غتشوفوا على حسب هذا، يمكن لكم ديروا جير فليكس. جير فليكس راه كيتراوح ما بين 30 درهم ديال الشينوا حتى 400 درهم، حتى 400 درهم، راه فيه جير فليكس، راه فيه لي كاليتي بحال دابا لي كلينيك وداك سميتو لي سال وداك الشيء اللي سميتو، كيديروا داك الجير فليكس اللي مزيان، لا كاليتي اللي مزيانه. حنا هنا درنا الباركي. المهم انا اختاريت حقا، قال لي راجلي هذا، قلت له قريب الثمن ندير الباركي، علاش غندير الجير فليكس. صافي هذا ما كان، هذا هو الاثمنه. صافي المهم راكم عارفين كلشي، راك هاد الفوتويات راه كانوا عندي، هادي في حقيقه ما سولتوش عليها، ما عرفتش. المهم كاينه في ديكاتلون، هادي راه كاينه في ديكاتلون، هو هذا ما كان. دونك حبيباتي كنتمنى نكون جاوبت على الاسئله ديالكم كامله، عطيتكم لو ديتاي دو ديتاي. كنت مصوره لكم هذيك هذا دالاكيت، كنت دايره واحد سميتو لا فيديو اللي كنت مسحات ليا ولا مشات ليا ما عرفتش، مع لي فيديو الاخرين مجا حيت كنت سجلتها لكم شحال هذه.
هذا مكان. دونك بالنسبه لهنايا راه ماشي ضروري ان الانسان يدير لا سال، يمكن له يدير جاردان ديفير، يمكن له يدير فهمتي يعني على يعني السطح او لاكور او شي حاجه تستغلوه، لان السطح الاغلبيه كنشرف واحد لابارتي ودائما كتكون واحد لابارتي اللي مسكينه كتبقى هكذاك. دونك علاش الواحد ما يستغلها، سواء يدير فيها كليسه، سواء سال دو سبور، سواء اي حاجه يمكن له يديرها فيها. واحد السؤال جا لواحد المتتبعه سولتني قالت لي واش هذا الشيء قانوني بالنسبه للناس اللي كيديروا بيوت في السطح اللي كيسقفوهم، يعني كيديروه لهم الحديد وكيديروا المرطوب وداك الشيء، هذوك اللي انترديت. الناس اللي ما كيديروش تسقيف، حنا هذا راه ماشي ما كيتعتبرش تسقيف، دونك عندك الحق بانك ديري هذا. المهم كنتمنى نكون جاوبتك على السؤال، وهذا ما كان. غنعاود نجاوبكم على الاسئله كنلقاها على شعري، شنو طرف شعرك، شنو هذا، حيت كنت كنقول لكم تنجرب وتنجرب البرودوي وعاد نجاوبكم نكمل لكم الجواب. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لقيت الصالون اللي انا غنرتاح فيه وانتوما غترتاحوا فيه. كنشكر بزاف المتتبعات اللي مشاو عند السيده، بزاف 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 اللي جاو عندها، حتى هما شكروها ليا في الكومونتير، حتى هما كيصيفطوا ليا في الكومونتير عجبهم الحال. صراحه شعري عجبني الحال، دابا هذه تقريبا 3 موا كبروا ليا لي غاسين، كبروا ليا تبارك الله. هادش انا جايه باش نشرح لكم شنو هو هاد البرودوي، كيكبر الشعر. انا ما حسيتش به، قالت لي شعرك تبارك الله طوال، حتى شاهد راه لاحظتها، قالت لي شعرك تبارك الله طوال، كيكبر الشعر. وهذيك لا غاسين اللي كتنوض لك ما كتنوضش حرشه، ما كتنوضش واقفه، كتنوض رطيبه على سميتو. وحتى في الخدمه من عاودت خدمتها ليا، حيت عاودت لي غاسين مي عاودت خدمتها ليا، خدمتها ليا فاسيلمون، يعني دغيا سالت ليا شعري، ما بقاش عندي مده طويله باش نبقى دغيا كدير غير ها كيتجبد الشعر، دغيا كدير ها كيتجبد الشعر. يعني البرودوي راه كيخدم على لي غاسين، وكيخدم يعني مي كيطلعوا لي غاسين كيطلعوا رطبين، ماشي رطبين 100% بحال الشعر الاخر اللي انت صوبتي، ولكن شويه. وحتى في الخدمه كيكونوا ساهلين. دونك انا راه مشيت هاد لا سيمين، مشيت تهليت فراسي ضروري ضروري، ما يمكنش نبقى حنا التمر والجري جري، ضروري نتهلى براسنا. دونك مشيت تهليت فراسي، راه كنت شاركت مع البنات في انستغرام. بالنسبه للانستغرام الناس اللي مازال ما تابوناوش معايا يتبعوني في انستغرام، كاين شي حوايج دائما كنحطهم، راه كنقولها دائما كنحطهم، لانهم فاسيلمون ما كديري لا مونتاج لا والو، اي حاجه درتيها كتشاركيها. دونك غنخليكم هنا الانستغرام ديالي، مرحبا بكم، كنشارك اليوميات ديالي. وهذا ما كان. دونك كيف ما قلت لكم مشيت قديت، المهم صوبت الفخانش، المهم راكم عارفين لا بيريود ديال اللي ان انسان واحد يتهلا في راسو يدير الفخانش يدير هذا. المهم درت هذا، ولكن مشات مع تمر مع تمر هذا السبت، حد ما نقول لكم تقيلت، المهم السبت شويه، ولكن لحد البارح كان عندي كاتاستروفيك، ولكن الحمد لله. شوفوا انا راه دائما كنقولها لكم، غادي نجبد لكم الموضوع ديال داك النهار اللي حطيتكم كيفاش تهلاو في راسكم. بعض المتتبعات اللي ما فهمونيش، راه كنقول لكم انك تلقاي العالم ديالك، تلقاي العالم ديالك، تلقاي شي حاجه اللي كتبغيها. ماشي ضروري انك غتمشي تشري لي فلوغ بحال اللي شريتهم انا، ماشي ضروري. انا كنبغي لي فلوغ ياك، انا كنبغي نتهلا في راسي كنمشي للصالون، عندي امكانيات مثلا باش نمشي للصالون راه غنمشي للصالون. الناس اللي ما عندهمش امكانيات راه كاين بزاف د الحوايج، راه ماشي ضروري انك تمشي تجلسي في قهوه، ماشي ضروري انك تاكلي في الزنقه، ماشي ضروري انك تمشي تشري الحوايج، ديري شي حاجه اللي كتبغيها انت لشخص. كنقول لك ماشي تبقاي غير متبعه رجالكم، متبعين وليداتكم، متبعين عائلتكم، لا، راه خصكم ضروري. واحد المتتبعه صيفطت لي قالت لي ضروري، كنوجه لها تحيه، ضروري ما كنمشي عند والده السبت حد. واش نتي سبت حد خصك تمشي تبقاي مع راجلك، تبقاي مع العائله ديالك، تبقاي مع هذا، كيخصك ضروري تمشي. ايه الوالدين علينا حق، علينا اننا نتهلاو فيهم، ولكن ماشي كوتيديان مو انني نمشي هذا ولا شاك سومين خصني نمشي، كندير الواجب ديالي كندير هذا. ولكن عندي واحد الحاجه انا كنقول لكم، قلبوا على نتوما الراحه النفسانيه ديالكم. انتي انا سناء كنقلب على الراحه النفسانيه، كتقولوا لي انت دائما كتردوا لي هذه القضيه ديال لي مويان. عندي لي مويان، ولكن انا لي مويان راه كنخدم عليهم، راه ماشي جالسه، راه ماشي جالسه كنتسنى راجلي يعطينا. راه دائما كنقول لكم نوضوا خدموا على راسكم، اللي ما عندهاش امكانيات وما عندهاش هذا تنوض تخدم على راسها. انا ما خدمتش على الامكانيات، خدمت باش نحقق ذاتي، خدمت بواحد ما يمكنش ليا دائما ما دير بحال دابا مثلا انا بغيت ندير شي حاجه للوالده، بغيت نشري ليها ولا بغيت ندير ليها ولا نصفرها، ما يمكنش لي نقول راجلي راه بغيت ندير للوالده ديالي، لا. دونك كندير داكشي صافي، عندي جيبي عندي فلوسي الحمد لله، كنتحرك كيف ما بغيت، بغيت نمشي عند صحاباتي، بغيت نبارك، بغيت ندير اي حاجه كنديرها لراسي، ما نتسناش الزوج ديالي. الحمد لله الزوج ديالي مكفل بوليداتو، مكفل بدارو، ولكن انا كنبغيتش، كنبغي ديك الحريه ديالي، يكون عندي فلوسي في جيبي، يكون عندي المسائل ديالي انا كيفاش نتصرف وكيفاش ندير.
دونك هادشي علاش فسرت لكم، قلت لكم ها نتوما البنات شوفوا نوضوا اللي ما عندوش امكانيه نوض يخدم، وحاجه واحد حاجه خصكم تشوفوها بعين الاعتبار، راه هذاكشي اللي كتشوفوا في اليوتيوب ولا انستغرام راكم عارفيني انا بالصراحه ديالي، راه بالصراحه ديالي داكشي علاش انا لي فيديو ديالي ما تيطلعوش بزاف، انا عارفاهم الناس اللي راه شتيهم كيطلعوا، ماشي كاينين الناس اللي كيخدموا كيطلعوا، كاينين الناس اللي كيطلعوا باش نقول لكم بالفشار ولا داكشي راه ماشي رياليتي، راه ملي كتشوفوا الناس شوفوا هادي دارت هنا ولا تبرعات هنا ولا مشات هنا ولا دارت هنا، راه ماشي راه كتشوفوا داكشي كيكون داكشي غير مصطنع ولا شي حاجه، يعني ما تديوهاش على اي حاجه في اليوتيوب شفتوها راه صافي تقولوا هادي راه عايشه في النعيم، راه ما كاينش شي واحد عايش في النعيم ما كايناش، راه لا شوفوا الا بغينا نعيشوا في النعيم هذيك راه الجنه وما يمكنش الدنيا راه ما كتعطيناش كلشي، دونك انا براسي عندي مشاكلي، انا براسي كندوز مراحل اللي كتكون صعيبه، انا براسي عندي بزاف الحوايج، ولكن انا اختاريت كيفاش نعيش، يعني اختاريت عرفت كيفاش نعيش، ما بقاش انا نديها في المشاكل ودايره خدي يدي على خدي وبقى مكابله هذه دارت فلانة هذه صوبات هذه خرجات هذه صوبات، نط قلبت على راسي باش ناميليوري لا سيتوياسيون ديالي، باش نزيد القدام، باش نشغل راسي، باش ندير شي حاجه اللي كنبغيها انا اللي كنرتاح فيها انا، دخلت العالم اليوتيوب، دخلت البيع والشراء، دخلت كل مره كنطور من راسي وكنزيد وكنزيد القدام، يعني ما كانشي جالسه كنبقى نتفرج ونشوف هذه وطلعات دارت سفرات دارت، لا نوضوا خدموا على راسكم، اللي ما عندهاش الدبلوم عطى الله عطى الله والله كنوجه تحت عليا غنكمل بال ما مشارجيتش الكاميرا دونك غادي نكمل ان شاء الله بالبورطابل ديالي. كيف ما قلت لكم تحيه للنساء، والله كنشوف واحد السيده يعني هذيك السيده عزيزه عليا ما كنعرفهاش ما كنعرفها ما كتعرفني غير انا اكتشفتها، كانت قناتها صغيره كانت قناتها صغيره، بدات كدير الطبخ وكدير لي كوموند الناس، كتخدم الناس وكتخدم كدير لي كوموند، اكثريه غادي يكونوا كيعرفوها، كتخدم كدير لي كوموند الناس، كتمشي وكدير اليوتيوب، كدير اليوتيوب كتقيد هذوك لي كوموند، كتعطيكم بشحال بشحال غتبيعوا بشحال كيتقام عليكم شحال غديروا، او ميم طون تبارك الله القناه ديالها تبارك الله ما شاء الله بالعكس كنحييها، ها هي قات لاستوس ديالها ولقات راسها هي كتبيع وتشري تبارك الله، ها هي دايره اليوتيوب كتدخل منه واحد الرزيق وها هي هزه راسها، دونك ماشي اي واحد غيدير اليوتيوب حنا بطبيعه الحال، ولكن بزاف ديال الحوايج كاينين الناس اللي كيديروا الشراء البيع، كاينين الناس اللي كيديروا هاد لي كوموند ديال الطبخ، كاينين الناس اللي عندهم دبلوماتهم كيقلبوا على خدمه، نوض يقلب على خدمه ونوض يقلب على راسك، ما تبقاش تسناي شي واحد اللي غيدير لك، مي غتلقاي الامكانيات وغتلقاي راسك راه غتلقاي راسك باش ديري انت داكشي اللي بغيتي، انا راه كنقول لكم اه داكشي سي فري الامكانيات كيعاونوا، ماشي غنقول لكم لا الامكانيات ما تيديروا والو، ولكن ماشي الامكانيات باش تكوني فرحانه، راه قلت لكم انا كانوا عندي الامكانيات الحمد لله، الزوج ديالي كان مخصني حتى شي حاجه ما خصني حتى شي حاجه والحمد لله كان يعيش، ولكن انا كنقلب على شي حاجه ديالي انا، ماشي ديالي زعما حيت من ناحيه الفلوس، ديالي انا شنو بغيت انا فين غنرتاح، والحمد لله لقيت عالم اليوتيوب، لقيت الناس كيبغيوني، لقيت الناس اللي تعرفت عليهم ودخلت لهذا العالم، والحمد لله كنحس بواحد الفرحه، وليت كنعيش راسي كنخرج راسي ندير اي حاجه بغيت نديرها كنديرها، ما بقيتش معلقه، ما تبقاش علقوا الامل ديالكم بالزوج ديالكم، ما تبقاش علقوا الامل ديالكم بولادكم بلا تيخدم ويدير ليا ويفعل ليا، لا راه يقدر يخدم وما غاديش يدير لك، باش ما تبقاوش عوالين لا انا اجي نتكرفس عليه وندير عليه ونصاوب عليه ونقاد عليه ونصاوب هذا وفي الاخر ونتسناه تيجي يدير ليا، ما تبقاوش تسناو هذاك الامل، حيدوها الامل بالله سبحانه وتعالى وفي جيبكم وفي صحتكم وجيبكم، هادشي اللي كاين نرجعوا للجيب كيف ما كتقولوا، دونك باش ندير هادشي خصني نخدم على راسي، ما بقاش كنتحسر جالسه مور اليوتيوب جالسه مور هذا نعاير هادي ونصيفط لهادي، لا انت حيت عندك الفلوس انت مسك عليك الله انت داير كلشي، الناس كينوضوا كيخدموا على راسهم، هذوك الناس كاع اللي ملايريه واللي عندهم ملايين وملاير راه كينوضوا في الصباح وكيخدموا على راسهم، راه ماشي جالسين كياكلوا من داك الملاير وجالسين مربعين يديهم، راه كيخدموا كيخدموا على راسهم. مهم سمحوا لي انا بغيت غير نصح بعض النساء، بعض النساء راه كاينين الناس اللي فهموني وجاوبوا داك النساء، كاينين الناس اللي فهموني، دونك انا بغيت غنفهمكم، وملي كندير شي حاجه كنديرها من قلبي، كنبغي ندوزكم ليكسبيريونس ديالي وكنبغي ندوزكم التجربه ديالي باش حتى نتوما تستافدوا باش حتى نتوما تزيدوا القدام، حيت انا كنبغيكم بغيت لكم الخير كما كنبغي راسي بغيت لكم الخير، وهذا ما كان طولت عليكم راه قلت لكم انا راه جيت نهضر ما نسكت لكمش. المهم حبيباتي ما تنساوش فيديو ديال العبايه ان شاء الله راه غادي نحطها هاد لابريميدي، العبايات ستوك محدود، العبايات اللي سخيخنين غادي نوريكم ان شاء الله كيلكو موديل، العبايات اللي سخيخنين مرحبا بكم عندي في الواتساب دائما، راه سانسونا شوب غادخلوا شوفوا كيصيفطوا لي الناس اللي ما مابونينش تابونا باش يوصلكم جديد، حيت كتقول لي ما كيطلعش لكم انا، كاينين الناس اللي كيقولوا لي ما كنطلعش ليهم ما كنطلعش ليهم لانني ما بقيتش كنحط لي فيديو بزاف، ثاني حاجه الناس باش كيطلعوا لي فيديو ديالهم باش كيبقاو يتشافوا خصكم ديروا لايك
يعني راك دائما كنخليها لكم، خصكم تكونوا مابوني في القناه، خصكم ديروا لايك، خصكم تكتبوا كومونتير باش انا كنطلع. الا ما درتوش هاد المسائل راه انا ما كنطلعش، يعني الناس الاخرين كيطلعوا للمتتبعات ديالهم، يعني كيديروا لهم لايك، يكتبوا لي كومونتير، كيكون عندهم ما عرفتش كيفاش نقول لكم، يعني لي فيديو ملايكين هذا، فهمتي؟ باش كيطلعوا. يعني الا ما درتوش هاد المسائل راه ما كنطلعش، حيت كاين الناس كيقول لي ما بقاش كيوصلنا الاشعار ديالك، ما بقاش كيوصلنا. ايوا هذا ما كان. دونك ما تنساوش لايك اي فيديو، ما تخسروا والو، كتبوا لي كومونتير اي حاجه كنبغيك، كتبوا لي بريضات، عندكم شي سؤال مرحبا بكم، باش لي فيديو ديالي الا بغيتوهم يطلعوا. هادشي انا كنقول لكم علاش فسرت البنات، وهذا ما كان. دونك حبيباتي ما سخيتش بكم صراحه، شكرا لكم على الدعم، شكرا على الناس اللي متبعيني دائما، على الناس اللي كيشجعوني، على الناس اللي كيخليو ليا لي كومونتير لي لايك، اللي كيبارطاجيو القناه ديالي. خليتكم على خير، الى لا بروشين فيديو ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.